الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الأحباب الكرام، لا يزال الحديث موصولًا مع حضراتكم حول شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ولا يزال الكلام عن إصلاح النية وتصحيح النية. وقلنا أن صلاح أمرك في تصحيح النية، ونجاتك في الدنيا والآخرة بتصحيح النية، وقبول عملك بتصحيح النية لله عز وجل، ألا تعمل وألا تترك وألا تقل وألا تسكت وألا تتحرك وألا تسكن إلا لله عز وجل، لا تبتغي بعملك إلا وجه الله والدار الآخرة. وذكر الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم، أو إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا الحديث يدل على ما تدل عليه الآية الكريمة، قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم، هل هي كبيرة أم صغيرة، أو صحيحة أو سقيمة، هل هي حسنة أم قبيحة، ولا ينظر إلى الصور، إلى الوجوه، إلى القسمات، إلى الهيئات، هل هي جميلة أم ذميمة. كل هذا ليس بشيء عند الله عز وجل. وكذلك لا ينظر الله عز وجل إلى الأنساب والأحساب والمناصب والأموال، لا ينظر إلى الأنساب هل هي رفيعة أم وضيعة، ولا ينظر إلى الأموال هل كثيرة أم قليلة، ولا ينظر الله عز وجل إلى شيء من الدنيا، إنما محل نظر الله عز وجل إلى القلوب، لأن القلوب محل التقوى، القلوب محل الإيمان، القلوب محل اليقين والتوكل، القلوب محل المحبة، القلوب محل الإخلاص، والقلوب محل النية. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القلوب. ليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى. المال ليس صلة بينك وبين الله عز وجل إلا إذا أتيته من حلال وأنفقته في حلال كما أمر الشرع، والأحساب والأنساب والمناصب والأموال وزينة الدنيا ليس بشيء عند الله. فقد يكون إنسان فقير لا يؤبه به، ولا ينظر الناس إليه، ولا يلتفت إليه أحد من فقره وسوء حاله، ولكنه عند الله عظيم، ولكنه عند الله معلوم، ولكنه عند الله مذكور. لماذا؟ لأنه من أهل التقوى، نظر الله إلى قلبه فجعله من أهل التقوى،
فكان كريما عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم، إذ لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بمناصبك ولا بشيء من هذه الدنيا أبداً. إنما إذا وفقك الله عز وجل للتقوى فهذا من فضل الله عليك، فاحمد الله عليه، واعلم أن الأعمال بالنيات، والقلوب هي التي عليها المدار. كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح، ولكن لما بني على خراب صار على خراب. لو إنسان بنى مسجداً هذا من أفضل الأعمال، وهذا عمل في ظاهره صالح والكل يتمنى أن يكون مثله، أن يبني لله عز وجل بيتاً في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يبني له ماذا؟ بيتاً في الجنة. فالعمل في ظاهره صالح وحسن وجيد، لكن قد لا يقبله الله عز وجل ولا يكون شيئا عند الله عز وجل، بل هباء منثورا يوم القيامة إذا لم يخلص النية لله. إذا بنى هذا المسجد للتفاخر ولطلب المدح والثناء وليكتب اسمه عليه وكل الناس يقولون أن فلان من أهل الخير وأهل الكرم وأهل الجود ويعمل ويعمل، هذه النية الفاسدة تحبط العمل الصالح الذي في ظاهره صالح. وقد يصلي كما هو مشهور من أمثلة العلماء، يصلي رجلان صلاة واحدة، يقف كل واحد منهما بجانب الآخر، الكل يصلي، هذا يصلي كما يصلي من بجانبه في الحركات والسكنات والقراءة والركوع والسجود وحضور الجماعة والصف الأول، لكن بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض. إذا كان الأول يبتغي وجه الله بهذه الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وخشوعها، يتقرب إلى الله عز وجل بها وكان خالصاً، فله من الأجر لهذه الصلاة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أوقاتها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذه الصلاة يأخذ عليها أجراً كبيراً جداً. أما الثاني إذا كان يريد بصلاته مدحاً أو يخشى من ترك صلاته ذمًا فلا أجر له، وهي مردودة عليه. فمحل قبول العمل إنما يكون بماذا؟ بصلاح النية. طيب، ولذلك قال الله عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. اعمل ما شئت في الدنيا فالأعمال ظاهرة، لكن يوم القيامة تبتلى وتختبر السرائر، النوايا، القلوب. لماذا عملت؟ لماذا لم تعمل؟ لماذا قلت؟ لماذا لم تقل؟ لماذا فعلت؟ لماذا تركت؟ النية. الأجر يوم القيامة معقود على ماذا؟ على النية. تختبر السرائر يوم القيامة للظواهر في الدنيا، الحكم بين الناس على الظواهر، لا تفتش في قلب أحد ولا تدخل في نية أحد، لا تقل هذا بنى مسجداً ليقول الناس عنه أنه كريم، هذا ليس شأنك، أنت لا تطلع على القلوب، أنت تحكم بماذا؟ بالظاهر. بنى مسجداً جزاه الله خيراً، بنى مستشفى جزاه الله خيراً، بنى كذا، لنا الظاهر.
والله يتولى السرائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أطلع أحداً من خلقه على قلوب الناس، حتى الأنبياء وحتى الرسل، فهو يقول: أنا أحكم بالظاهر بما يتراءى لي، أما السرائر فأمرها إلى الله عز وجل، وأنا بشر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بنحو إيه؟ ما يسمع من أدلة وبراهين، لكن إذا كان الكلام على غير ما يقولون فهذا ليس شأنه، إنما هذا أمره إلى الله عز وجل، هو يحكم بماذا؟ بالظاهر، بما يراه. لكن في الآخرة العلم على ما في السرائر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر سرائرنا وإياكم والمسلمين، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وألا نشرك فيها أحداً مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت السريرة جيدة، السريرة يعني النية، يعني ما في القلب ما في الخاطر، إذا كانت جيدة صحيحة فأبشر بالخير، وإن كانت الأخرى يعني لغير الله، كانت النية فاسدة، كانت للدنيا، كانت للوجاهة، كانت لأي غرض من الأغراض ليس وجه الله والدار الآخرة فقط، فنسأل الله السلامة. قال الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالعلم عند الله عز وجل بما في القلب.